في وطني أرامل يحملون على عاتقهم تعب السنين ومشقة الحياة بين الحين والحين، لا يستطيعون توفير لقمة العيش لطفل يتيم. وإذا أردت أن تعرف كيف يعيشون وكيف يأكلون وأين ينامون، تابعنا على التقرير التالي. أحد الأرامل اللي شاركت بمشروع تشغيل الأرامل، بدينا بدورات سوينا إياها المتطوعات، علمونا شلون نشتغل الأكسسوارات وجابونا المواد ووزعونا إياها ووزعونا دزونا صور أو يراونا موديلات حتى إحنا نشتغل مثلها. بعد ما نشتغلها نسلمها إلهم يشتروها من يمنا ويرجعون هم يبيعوها حتى يساعدون أرامل غيرنا مرة ثانية. أفرح من أشوف القطعة اللي اشتغلتها أني تعجبهم، وأفرح من تنباع بكل مكان، أحس فيها تشجيع كنوع من التشجيع إلي، وبنفس الوقت أفرح من ينجمع الكادر كله ونوزع الموديلات بيناتنا ونوزع الشغل. وبدعمكم أنتم هاي المشاريع رح نتطور أكثر ونحس كنوع من التشجيع ونحس إحنا الأرامل ما نحتاج لأي أحد.